الهدافين اللي لعبوا مع الفريقين طبعا. فلا ينسى احد احمد بهجة، لا ينسى احد عبد الجليل كاماتشو، ولا ينسى احد سيرجيو ريكاردو. فيلانيويفا تمريره حلوه جدا في وسط الملعب، تمريره من فهد لمولد للعكايشي، سدد يا عكايشي يلعبها لنواف العابد على حدود المنطقه عاليه المرودي، وفواز الجردي يطلعها، فواز الجردي ترجع لياسر الشهراني على يمينه يعليها جوه المنطقه، وعدنان فلات يرجعها بالخطا لادواردو. ادواردو يلعب ما فيهاش حاجه، ترد من تاني من البريك. لعيبه الهلال سيطروا على وسط الملعب، وميليسي يلعبها اماميه، خربين خربين خربين، شيء وارد في الكوره، ولكن نواف يبحث عن هدفه الرابع في شباك الاتحاد. نواف وفواز وصفارة يونس إريكسن، ونواف وفواز، نواف وفواز، وثلاث أهداف، ثلاث أهداف بثلاث نقاط، ثلاث أهداف بثلاث نقاط للهلال. صدارة بس، صدارة بس.